السلام عليكم البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير، والفيديو تاع اليوم تلقاكم كامل باحسن الاحوال. نرحب بالمشتركات اللي دخلوا جدد، نقول لهم مرحبا بكم الدار تاعكم، واكيد المشتركات ديالي الاوفياء نقول لهم بارك الله فيكم والدار تاعكم اكيد. واللي شافوا القناه للمره الاولى نقول لهم ما تنسوا ابوني وتاكتيفي لا كلوش، بهكذا باش يصلكم كل جديد وتنضموا للعائله ديالنا. نتخاف لوانت ان شاء الله تنتيك بخير وعلى خير، لو فيديو وساكم تفديك اون فام اون بون سونتي ان شاء الله. هذا مرحبا لي زابوني كي يديك شنو كي تجي اذا سينا مرحبا يسوان اخام دخل نوين، اي بيان سور لي زابوني نو كي يقدمن يتابعن يت انكوراج سينا، يعطيكم الصحه اخام دخل نوين دايك نو. اي بيان سور اثني زام بور لا بروميير فوا كي لا شين سينا يسهو ماركيس اتعمل كابوني اتاكتيفي من الكلوش هكا باش راكم ديرو تاكل كل اجديد. فوالا كي نظام تسيس يلا روتين تجديد لا فيديو وسا اسي لا فيديو وسا كوم تي دالوغ خمنا قور ماما. دونك بيان سور كي نظام تسيس كاكون قشي الله الله داير خدمه يعني يخلي وحيت مطر خالي اضروح كي غير الحج ان شاء الله. دونك شرطي داك مطر خالي اللي تبغي تعطي داك انقاش اي بيان سور. دونك خدمه غاستك ايطلي دونك الديمونش اسني ايطلي الحد خدمه غاس. دونك ومع ديك ديت كي نظام ديت تمتو تنيما تنقي شيت يعني تفع داك الخدمه توفي على خيتو تنقشي يعني صح صح يعجبني نقشي ناس سياسينا يعطيكم الصحه. فوالا دونك لا روسيت اون ديتاي تي بارطاجيها مي ان شاء الله وسني دي تدون ابارطاجي دي هناك ان شاء الله لا روسيت كا اون ديتاي. فوالا كيما راكم تشوفوا خياتي قلت لكم اليوم روتين جديد راح نشارك معكم روتين ديالي اليوم عند ماما. كيما راكم تشوفوا راني بديت لكم فيديو بهذا الكعك النقاش البديع والله الله على اصوله. واش نقول لكم واحد يعني ما كاش حلوه يعني اللي نحبوها كامل كثر من كعك النقاش. يعني كعك النقاش عنده البنة وحده ويعني سي تون سبيسياليتي بوجيوت يعني تاع الناس بجايه اللي معروفين بها. دونك قلت لكم كيما راكم تشوفوا كنت درتو يعني لخالي ومرت خالي هم رايحين ان شاء الله للحج. دونك شرطت عليا مرت خالي قالت لي حبيت ديري لي النقاش باش يديوه معاهم ايضا باش كيحبوا كي يشربوا بها القهوه يشربوا بها القهوه. اي بيان سور قلت لكم انا كنت درته كامل. من بعد كي خرجت مرت خويا هكذا من الخدمه لقاتني درته ويعني نقشاته وكما راكم تشوفوا يعني النقش ديالها يعني يجي بزاف بزاف شباب. انا يعني عجبني صراحه كون ما ندير هكذا النقاش نحب كي هي كي تنقشوا لي هكذا هي. دونك نقولها يعطيك الصحه وتبارك الله فيك وملتم يعني. وراح نزيد نشارك معكم اكو على بالك يعني كي يكون هكذا مناسبه في الدار لازم نقولوا يعني كي نقولوا هكذا مناسبه نقولوا عرس ولا هكذا حج ولا وليمه ولا يعني نقولوا نيتواياج يعني نقولوا يعني الشغل تاع الميناج يعني الكون نيتواياج. الوغ اليوم ماما قالت راح ندير الكون نيتواياج باسكو سي سون هما رايحين يديروا العشاء اكو على بالك الحجاج يديروا العشاء قبل ما يروحوا. دونك انا قالت ماما ديرينا الغدا وانا راح ندير نبدا الميناج. اي بيان سور هنا قالت لي ديرينا تليتلي هنا راني جيت هكذا باش ندير لهم هكذا الغدا. وماما وبنت خالي ياسمين طلعوا يعني للفوق باش يديروا يبداو في الميناج. دونك قلت لهم ما ندير الغدا وكي نكمل راح نجي نزيد نعاونكم. وكيما كان الحال درت لهم الغدا كي تغندينا وكامل رحت ديريكتومون عاونتهم. انا كيما راكم تشوفوا يعني باش ندير التليتلي ديالي انا خديت زوج بصلات كبار مع الثوم رحيتهم هكذا مع بعض وبيان سور كيما راكم تشوفوا حطيتهم داخل الكوكوط ومن بعد راني خليت تقليتهم هكذا مليح. وانا هني زدتهم هكذا لي زيبيس درت لهم هكذا شويه قرفه وبيان سو هنا اللي حاب يزيد فلفل كحل يزيد فلفل كحل انا ما درتش فلفل كحل. دونك هكذا شويه كركم قرفه وهذا مكان والملح بيان سو ومع شويه السمن والزيت اكيد يعني يعني كيما على بالنا كامل الوصفات التقليديه ولا الاطباق التقليديه ديالنا الجزائريه نحبوا هذيك النسمه تاع السمن والزيت.
واكيد هنا كما راكم تشوفوا يعني تليت لي انا ماما كانت عندها هكذا شويه هك هاد تليت لي ولا كاين لي عيطولو دويده ولا مقارون تاع الدار. هنا قلت لكم يعني كانت كميه صغيره دونك درت جوج انواع، درت هذيك دويده هذه اللي المخدومه في الدار ودرت يعني باكيت تاع تليت لي يعني حتى هذه يعني دويده ولا مقارون تاع الدار يعني هي نفس الشيء كيما تليت لي يعني ديجا حنا نعيطوا لها هكذا تليتي. دونك هنا زدت هكذا الاطراف تاع الدجاج مع هذاك البصل وكامل باش يتقلاو لي مليح، راح نخليهم ياخذوا لي هذيك التقليه بيان بيان مليح. من بعد احماني كما راكم تشوفوا هنا انا حطيت القدره فيها ما باش تغلي باش نمرق بها الطاجين ديالي. ولكن زعمتين كنت دونك اسي انا كنت يعني سي ماما تني ديسيدي ني كيت على كون نتواياج اكن تعلمم يعني ما دنيني الحيج نغ العيد نغ ولي ما دو سبوع تمغى يعني دنيني الميناج لو كون ميناج. دونك دايني ماما وحدي يسخالي ياسمين دونك ولي انت كي ادبدو نتواياج نغ يعني اد نخلنت نكيت نيد على داك الفطور اي بيان سور ناس دونك اد على الفطور ابخت اد تبع غاككم كيف ادعونا اكني هيك للحال يعني على الفطور من فطوريتو ولي عاونا خصني بلا. دونك ناكون دايني نيد على غدا كتليتلي دونك ناكون دايت شي خدمه 15 شويه كومان دو كوتي بها تركم باش المرقه زيز او ميم طون دما داك سانت بصينا كتيم قران نوحي كتيسك صديق سقشاخ بيان سور صديق ناكي قال اشوا على خناكي قال كوكوت على شويه نسمن واحد يزيد جي خدنا كيتقلى انا ساكن لي زيبيس ناكون يعني تليتي تحبي القرفه تحبي شويه كركم وحيف في البهكان الملح اي سي تو ابري على كل مورسو ني كل بولي تجي تقلالني مليح مليح ابري هي ادب دو كاس نتمرق سوا مني يكحمل يعني يعني دو بريفيرونس تمرق ما سوا مني حمال ابري اجر كوشا كاديو اونتر طون دمغد ناكم دزيم يعني المقارون نقتليتيني تفكاد ماما وينك يتماكن هكا كخام لا وشني صغار دويده اكن الا وينك ني صغار تليتلي ناغ مقارون وخام فوالا. ابري سينا دونك وينا تجي هكا دو كوتي ابري دانك زير كوم زير ونا دوت ناس دونك ادنا نوكيه شويه كي تنيد كماما لي باك دو باكين تليتلي للبيع دونك ناس دونك على ان بلان وينا وخاميمس ان بلان ان اوتر بلان وينا كني نلبي ايمانيس دونك دي دان اوتر كوتي دما داكيات طوا انا مش اف حمصه يعني تليتلي باش هادي تبني دو بريفيرونس هكا هادي تو حمص دونك اف حمصه كني نحمصها كي وزانه كي نطمينها يتوك طوا نخدم لك ازو حزو حاشا ما داين يعني حمصي يد مليح فوالا فين نظام تمشي تحمصها كا لي باكينين البيع. ابخي ما فحمص غيكل اثرك ما اكا امن وث وث على هكا اذر كيما كنسى كامل مقارون سباكيتي مي استجراك ادي وكيل حاشا ما يفسي ديني وثقت الله كي ماما واحده ديس خالي وفيختن يعني افين قلب الحاله غير كي نظام تكسديك لا بيبليوتيك نيق باش نزق لا بيبليوتيك دي افين تشلالي يسنك دونك هكا يعني ماما ما تندد على الميناج يفو ميم لا فيسيل داخله بي ميم سي تاس ديان تيف اوبليجا انت تكاسي وها اوبليجي يعني كوش هذه حتى لي فوتي نقلا اي فوالا. دونك كيما راكم تشوفوا خياتي قلت لكم هنا بعد ما حطيت كامل بعد ما حمصت هذاك اللي تاع البيع ودات هذاك مرقت هذاك الدجاج هنا وخديت طلع عند ماما وبنت خالي لقيتهم يعني قلبوا حاله شوفوا كي كيما راكم تشوفوا يعني هذيك لا بيبليوتيك المعن اللي كانوا داخل لا بيبليوتيك نحاوهم كامل وغسلوهم كيما كيما شفتوا وحتى الكراسة شوفوا يعني كلش مسحو كلش ويبريه ما شاء الله. دونك يعني قلت لكم ماما كي تقول ندير الميناج يعني هذه هي لازم تقلب الحاله دونك يعني يعني هذه هي المراه الجزائريه ولا المراه القبائليه يعني ولا المراه الجزائريه الفحله لي يعني اللي ما تخافش الشغل يعني وين يحطوها تلقاو يعني تسلك روحها. فوالا انا كنت اكيتي طمطو كي تدغيت نطمطو استقبالي عندي ترن اتيليدين يعني واستقاد الشغل فوالا ودي ثاو ثاو داك طلا البالكونه يعني كني البالكونه يسد داك الزخ وخام دونك نزرك الجيران اي فوالا. دونك كيما راكم
تشوفوا خياتي قلت لكم من بعد اني درت لكم هكذا طله في البالكون ديالنا، قلت لكم يعني البالكون ديالي يعني وجاي داخل هكذا الدار، دونك كي نوقفوا هكذا في البالكون نشوفوا يعني الجيران فوالا، ونحيي كل جار ديالنا باسمه ان شاء الله. وانا اني رجعت للكوزينه ديالي، انا لقيت هذيك الماء وغلا دونك حطيت هذاك التليتي باش يغلي، قلت لكم بصح ما لازمش بيان سور هذاك الماء لازم ديرلو هكذا شويه زيت وشويه ملح باش يعني ما يتعجلليش ويجيني ما يجينيش هذاك يعني صامت، يجي فيه هكذا شويه تاع البنه تاع الملح فوالا. وهنا في جهه واحده اخرى كي هذاك الدجاج او طاب دونك راح نحيه كامل، باسكو شوفوا يعني هنا لي كويس هذوك الله يبارك كبار راح نقطعهم على زوج فوالا. كي نظام تدينا كنت اذا تنقلا داك الكوزينتي وفي غامن نيك تشوت كمان يرغز داخل تليت لينا ام هكا هذاك اي بيان سور تجرا كان هذه في سيناكم دائما على راسك شويه الزيت واحد الملاح هكا باش زيتني باش شويه تجات تليت لينا دي تاك هجل الملح باش ما فتيتيني داك ودي تاك دي صمات دمسس وكسار البنا ميم سي لا صوص على غاس الملح مي على يعني لي ميزورينو اخذ مازو حي لا صوص زحيوه مني هكا باش ما ميلونجي هذا السناكي العاديه لي البوليني اون فوا اي واك سختي هكا باش ميك سختي داك باش ميك ناكون لا هي باهي كويسين تبقاني باش نتكوبي غير كاون دو دي ايمي قوات لي تليني تان سفارتي داك تاع كاسو تسكسيو ابخيت جاكا دي قطار واس على لاكار لو بلان ديروها لاكار لو فور الا دونك ام كاخ ما اسمي ركز اخ لو بلان اس على تان جو تاك لا مارغرين واس حركا بيان واس نور لا صوص سوفي واد ما لي مورسو البولي انا على كاسو في الوسط راه الفو حشب باش حاجه ما يتجمري ويحمر او ميم طون واس سنسا فوا يحمر يكل واد فوا يسوي كل لا صوص ني واس واس سنسا يعني كان اي واس دو بريفيرونس تنجك واحد كوز كاين ساعه كباش مي كاتم كونسومي يعني اكني اكس ولا سوسني اكني على ديس بين وكم تيليا لو بلاي العالي يعني اتشم دالبيض نكي يعني جلام بيان دالبيض باسكو كني كريم كني ديس بين اكثر واكثر فوالا. كيما راكم تشوفوا خياتي قلت لكم بعد ما نحيت هذاك الدجاج هذاك تليت لي يعني طابلي في الماء اني صفيته في الكسكاز وهنا اني خليته هكذا يتقطع ودرتو حطيتو هكذا في لو بلا لي روح للفور لي روح للفور. وهنا راح نزيدلو هكذا مغرفه هكذا تاع ماركاري هذيك المارغرين خياتي راح تزيدلو بالبنه ديالو صدقوني انا يعني لي بات كاملين طيب لي بات لازم نديرلو هكذا في الاخر مغرفه تاع لا ماركاري. من بعد راح نزيد نفرغ عليه المرقه لازم يعني نديرو هكذا شويه بزياده باسكو رايح يتشرب باش كي حتى ميم تي يتشرب يقعد لنا ما يوليناش ناشف يقعد لنا يعني هكذا مشمغ ويعني كي ناكلوه يعني يجوز يعني فاسيلمون فوالا. راح نخلط كامل هذاك الماكاين ونفرغ له هذيك المرقه كما قلت لكم. من بعد راح نحط هذوك لي مورسو تاع البولي من فوق ونحطو داخل الفرن باش يتجمر لي وزيد بزياده يجي يعني يتحمر لي هذاك الدجاج من الفوق ويجي الشباب ما شاء الله. وهنا وهنا اوليك هذاك وليد خويا الكتكوت ديالنا الباندي ديالنا تاع العائله او يعني كي ندير هكذا فيديو يعني ما على باش الدراري كامل كل ولادي كي سفيان وليد خويا يحب يعني يبوزي يعني قدام الكاميرا دونك هكذا راح نخليكم هكذا مع الفيديو ونولي لكم من بعد. سلمت قلبي يا ربي لتغسله رفعته لك من خوفي فأنت له تعبت مني فكم أسرفت أتعبه وعدت نحوك منهوكا لتحمله الذنب يثقله والعشق يحرقه فأين أمضي وحول الوزر والوله يا ربي خذوا إلي الآن إن به شوقا يراتل في حزن تبت له فكل نبضة حب في ناظرة
إليك ترجوك في شوق لتقبله رفعته لك قلبا ملؤه أمل يهفو لترضي أشواقي وتنزله بحثت في ليل قلبي عن سناي هدى فلم أجد غير بدر ظل منزله ورحت مستقبسا نور السماء سنا حتى أوزعه شمعا وأشعله يا ربي تعلم ما قلبي وخفقته فإن غفرت فما أحلى وأجمله. وهنا كما راكم تشوفوا بعد ما حطيت هذاك لو بلا ديالي في الفو باش يتجمر ليه وهنا اني جيت باش تسيق الكوزينه هيدا باسكو انا الكوزينه نقول لكم صراحه ما نحبش نسيقها قبل ما ندير الغدا ولا الفطور هكذا باش كي نكمل الغدا نشفها ولا نسيقها من بعد نقعدوا يعني ناكلو في النظافه ناكلو والكوزينه تكون هكذا نقيه ويقعدنا غير هذاك الموعد. وهنا بعد ما كملت هذيك الكوزينه خرجت هكذا للمراح ولا الحوش يعني كل واحد كيفاش يقول انا نسيق في نغسلت كامل هذيك لافابو بالصابون وكامل من بعد انا جيت حاشاكم لي تواليت نغسلها ثاني ونسيق هذاك يعني المراح ويعني ونروح نجوزو يعني نفطرو كيما راكي كنت ديني انا كنت ديمي فوق يما على كل بلانيك الفوق غادي يجمع اعداد سيقه ديك لا كتا كوزين تاع نظام تاعك يما سيقه تاع كوزين تاعنا دار دو فري شرايك لافابوني دين شفغات شلات حاجاتكم لي تواليت اي فوالا دونك هكا وقت البلاني ينو اون فوا هذيو اثيمي جوان اثيمي شي دفا البولينيو يحمر تليت ليني دانك كلي يجمر داك بيان كي كنت يدنا شاركم تقص حاجة هيكم تقل جنيت ان شاء الله فوالا كيني دونك مع انقي ما كان فطار قص حاد لهنا ان شاء الله كنت يدنا غير يسمى يسهم تا كاس لي جام يسهم تا راكيس لو بارتاج كان لاشين لو ماكسيموم فوالا دونك كيما راكو تشوفو خياتي قلتلكم بعد ما كملت كامل السياق انا كيما تشوف كيما راكو تشوفو هداك يعني لو بلا ديالي ولا تليت لي ديالي كيفاش طاب لي شوفو كيفاش تحمر لي هداك الدجاج ما شاء الله ويعني وهكذا تغدينا بالصحة ولا ان شاء الله نقولكم شهيتكم في الصحة شهيتكم في الجنة ان شاء الله. وهنا راني خديت طلعت بعد ما تغدينا وغسلت الموعد طلعت لقيت بنت خالي راهي تغسل هكذا في التيقان ماما كانت يعني قدامها هكذا طات لي هكذا فلو هكذا اللي تحقها يعني واقفه قدامها ومن بعد يعني كملنا كامل السياق وكملنا الميناج وهكذا جات نهار نهار اليوم تاع نهار الاثنين ان شاء الله كيفاش جات يعني في دانا دونك لهنا نقول لكم خياتي ما تنساونيش بلي الجيم والبارطاج لو ماكسيموم هكذا نكون وصلت لنهايه الفيديو نقول لكم دمتم في رعايه الله سلام. دونك كنتي دينا غايس ماردي ولا وتا داك لا فيديو على فين لا فيديو كنتي دينا سون تاع كاس لي جيم واحد بارطاج اي بيان سور كنتي دينا جاكم تقلامن لهنا سلام.